النهاردة هشرح لكم ازاي تعمل انلايك لكل او بعض الصفحات على الفيسبوك، وكمان تعمل ليف او مغادرة لكل او بعض المجموعات على فيسبوك بسهولة وبضغطة زر واحدة. خليكم معايا بعد الانترو. اهلا وسهلا بيكم. في البداية اللي بيشوفني لاول مرة، انا اسمي محمد غراب ودي القناة بتاعتي، بقدم محتوى تقني متنوع والعاب. طيب ندخل بقى في المهم. في الفيديو السابق شرحت لكم ازاي تعملوا الغاء صداقة لكل او لبعض الاصدقاء على فيسبوك، وهتلاقوا لينك الفيديو في حرف الاي اللي بيطلع هنا او هنا على حسب اللغة عندك. وطبعا الشرح او الطريقة كانت بتتعمل من خلال الكمبيوتر فقط، وما تقدرش تعملها من خلال الموبايل. وبناء على طلبكم وانتم عارفين انكم غاليين عندي، النهاردة هعرفكم ازاي يعني تعملوا ليف او مغادرة لبعض او لكل الجروبات اللي عندك بضغطة زر بسيطة، وكمان هعرفكم ازاي تعملوا انلايك او الغاء اعجاب لبعض او لكل الصفحات اللي عندك وبرضو بضغطة زر بسيطة. ومش بس كده كمان، لا انا هعرفكم ازاي تعملوا كده من خلال الكمبيوتر ومن خلال الموبايل. لكن قبل ما نكمل الفيديو، انزل اعمل لايك للفيديو دلوقتي حالا، واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وفعل زر جرس التنبيهات للكل. ويلا بينا نروح على الكمبيوتر. اهلا وسهلا بكم مرة تانية على جهاز الكمبيوتر. كل اللي احنا هنحتاجه هو اكستنشن لمتصفح جوجل كروم. هتلاقي لينك تحميل الاكستنشن دي موجود في الديسكريبشن. هتفتحها على متصفح جوجل كروم او مايكروسوفت ايدج، وتضغط على اضافه الى كروم، بعد كده اد اكستنشن. بعد كده لو ما كنتش مسجل دخولك على فيسبوك، سجل دخولك. بعد تسجيل الدخول هتيجي على الايقونه بتاعت الاضافه وتضغط عليها. الاضافه بتفتح معاك بالشكل ده. بعد كده تروح على تولز. احنا شرحنا طبعا في الفيديو السابق فريندز ريموفر، اللي هو انت ازاي تحذف بعض او كل اصدقائك بسهوله على الفيسبوك. هنروح لجروب سكانر، بعد كده نضغط عليها. بعد كده هتلاقي اليوزر اي دي بتاعك او بتاع الاكونت بتاعك هنا، اضغط على سيرش عشان يجيب كل الجروبات. كده هو جاب كل الجروبات اللي انا مشترك فيها تقريبا. طبعا يعني هنا بيعرض لك 10 جروبات في الصفحه الواحده، انت ممكن تخليه يعرض 100 جروب او يعرض الجروبس كلها من خلال اللي انت هتختار اول روز. زي ما انتم شايفين جاب لي كده كل الجروبات اللي انا مشترك فيها، طبعا جروبات كتير جدا. هنختار الجروبات اللي احنا عايزين نحذفها مثلا، وقبل ما نضغط على الحذف هنجرب نفتح جروب منهم كده عشان نجرب يعني الإضافة فعالة ولا لا. طبعا زي ما انتم شايفين انا ما زلت لسه يعني عضو في الجروب هنا. نرجع تاني للإضافة، انا اخترت الثلاث جروبات دول، بعد كده هضغط على الزر ليف. الرسالة هنا بتقول لي انت متأكد ان انت عايز تنسحب يعني من ثلاث جروبات اللي انت اخترتهم؟ طبعا هقول لهم يس ديليت. بعد كده بتظهر لك الرسالة دي ان فينشد، ان هو يعني تم خروج من الثلاث جروبات، وده هنا زي نظام لوج كده بيقول لك هو عامل ايه بالظبط. طيب نرجع للجروب تاني، نعمل ريفرش للصفحة. زي ما انتم شايفين خلاص انا كده يعني الجروب ده طلعت منه، ممكن اعمل جوين جروب مرة تانية. طيب ده بالنسبه للجروبات. بالنسبه للصفحات هنروح على بيجز سكانر، نفس الحكايه، هنلاقي اليوزر اي دي بتاعي هنا او بتاع الاكونت بتاعك على الفيسبوك، تضغط على سيرش عشان يجيب كل الصفحات اللي انت عامل لها لايك. العمليه دي بتاخد يعني ممكن دقيقه على حسب عدد الصفحات اللي انت عامل لها لايك. للاسف الاضافه اخذت وقت طويل، لكن انا طبعا الاكونت بتاعه قديم من 2006 و2007 تقريبا. نفس الحكايه هنا، وبيعرض 10 صفحات في الصفحه الواحده، فهنا انا اختار اول روز ان هو يظهر الصفحات اللي انا عملت لها لايك كلها في نفس الصفحة. انا هجرب مثلا ان انا اعمل سيلكت لكذا صفحة علشان اخرج منها. طيب انا هخرج مثلا، هختار الصفحة دي ودي ودي، اخترت انا ثلاث صفحات. زي ما احنا متعودين هفتح برضو صفحة اتأكد ان انا عامل لها لايك قبل ما الغي. انا كده عامل لها لايك اهوت زي ما انتم شايفين. ارجع تاني لصفحة الاضافة واتأكد ان انا حددت الصفحات اللي انا عايز اخرج منها، وبعد كده باجي على الزر انلايك ده واضغط على انلايك. كالعادة بيطلع لي تنبيه بيقول لي ان انت هتعمل انلايك او هتحذف ثلاث صفحات من عندك. انا اقول له اه يس، بضغط على يس. زي ما انتم شايفين هنا بيظهر زي لوج كده، او هو بيقول لك هو بيعمل ايه تحديدا يعني. بعد كده بيقول لك فينشد، ان هو عمل انلايك او عمل الامر اللي انت طلبته. طيب نرجع للصفحه، نضغط على ريفرش. زي ما انتم شايفين كده زر اللايك بقى اكتف تاني اهو، وده معناه ان انا عملت بالفعل انلايك للصفحه. هتسالني طبعا انت شرحت الطريقه للكمبيوتر بس، فين يا عم الطريقه بتاعت الموبايل؟ هقول لك الصبر طيب يا طيب، حالا هعرفك ازاي تعمل كل ده من خلال الموبايل وبسهولة. لكن قبل ما اقولك عايزك تنزل دلوقتي حالا تعمل لايك للفيديو علشان عارفك انت كسلت وما عملتش لايك قبل كده، وكمان تشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وتفعل زر جرس التنبيهات للكل، وبلاش كسل. يلا مستني ايه؟ طيب هو احنا اول حاجة هنروح للبلاي ستور على اندرويد، بعد كده هنثبت براوزر اسمه كيوي براوزر.
زي ما انتم شايفين كده كيوي براوزر فاست اند كوايت. بعد كده تدوس على انستول وبتستنى لما البراوزر بيتم تثبيته. طبعا هو يعني مطلوب نثبت البراوزر ده، وطبعا نسيت اقول ان اللينك هتلاقوه في صندوق الوصف. البراوزر ده فايدته اللي هو هيخلينا نقدر نستخدم الاكستنشن اللي احنا بنستخدمها دي على الموبايل. وطبعا البراوزر او كيوي براوزر ده متوفر لاندرويد، ما عنديش فكره بصراحه هو متوفر لاي او اس ولا لا، لكن لو يعني تعرف هو متوفر لاي او اس ولا لا قول لنا في الكومنت. طيب هو بعد ما البرنامج بيتسطب دي الايقونه بتاعته على شكل طائر الكيوي، هنفتح البراوزر وهنفتح اللينك بتاع الاكستنشن. زي ما انتم شايفين يعني البراوزر بيتيح ليك ان انت تعمل اد تو كروم، تعمل زوم كده عشان تشوف اد تو كروم اهوت. بعد كده بتدوس على اوكي. طبعا اول ما الاضافه يعني بيتم تثبيتها بيطلب منك ان انت يعني تعمل لوجن على الفيسبوك من خلال المتصفح اللي هو بتاع كيوي براوزر. هنيجي ندوس على التلات نقط اللي فوق دول، هيفتح لنا قائمه من البراوزر. بعد كده هتلاقي اسم الاضافه ظاهر تحت خالص كده زي ما انت شايف، اللي هو مالتيبل تولز فور فيسبوك. تضغط عليها، المفروض اللي هو بيفتح معاك الصفحة بتاعت الإضافة زي ما انت شايف هنا كده في الصفحة دي، لكن عشان انا بالفعل داخل بالإضافة قبل كده من الكمبيوتر فهيطلع لك رسالة الخطأ دي. فمن خلال البراوزر اللي هو كيوي براوزر من الموبايل هتقدر بكل سهولة اللي انت تستخدم كل الوظائف بتاعت الإضافة اللي احنا شرحناها قبل كده في الفيديو. بس كده والهنا انتهى الفيديو، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا وشكرا انكم وصلتوا لحد هنا. ربنا يعلم انا بتعب قد ايه في صناعة المحتوى في ظل الظروف الحالية، عشان كده يا ريت ما تنساش تدعمني بنشر الفيديو مع اصحابك للفايدة، وما تبخلوش على القناة باللايك وساعدونا نوصل وننتشر اكتر. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.